أهلا بكم. تحدو المغرب وقطر إرادة قوية لتطوير شراكتهما الاستراتيجية بشكل يرقى إلى مستوى تطلعات البلدين الصديقين، يتعزز ويتوثق التعاون بين الرباط والدوحة ويأخذ صيغته القانونية والتنظيمية وآليات تنفيذه من خلال مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات التي شملت مجالات حيوية ومختلفة، آخرها التوقيع خلال أشغال اللجنة العليا المغربية القطرية المشتركة في دورتها السابعة على 11 اتفاقية ومذكرات تفاهم وبرامج عمل تهم مجالات الفلاحة والتجارة والنقل والإسكان والمجال المالي والمصرفي والتعليمي والإعلام والشباب والصناعة التقليدية. إلى جانب هذه الاتفاقيات، تجمع البلدين اتفاقيات أخرى مهمة أسست ولا زالت تؤسس آليات ضبط مسار التعاون البيني، على رأسها اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري لعام 1990 الذي ينص على تبادل السلع الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية ومنح الاستثمارات، ويتيح تسهيلات إقامة المراكز التجارية والمعارض والاستفادة من الامتيازات والإعفاءات المتاحة بحسب قوانين البلدين واتفاق التعاون الموقع عام 95 القاضي بإنشاء شركة قابضة في مجال الاستثمار ومجلس مشترك لرجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، واتفاق 96 بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، واتفاق 99 المتعلق بضمان وتشجيع الاستثمارات. كما تشمل مجالات باقي الاتفاقيات الأخرى الموقعة بين البلدين الدفاع والأمن والثقافة والتعليم والبحث العلمي والإعلام والصحة والرياضة والنقل والسياحة ومجالات التجهيز والبنية التحتية والطاقة والمعادن والتكنولوجيا الحديثة وقطاع التشغيل، وجميع هذه الاتفاقيات قابلة للتعديل حسب تجدد الحاجيات وتغير الظرفيات الاقتصادية. ولمتابعة تنفيذ وأجرأت اتفاقيات الشراكة البينية والبحث عن مزيد من فرص التعاون، تم إنشاء لجنة عليا مغربية قطرية مشتركة بموجب اتفاق تم توقيعه في شهر يونيو 1996 بالرباط. ورغم الشراكة القوية بين البلدين، لا تزال مؤشراتها دون طموح الجانبين، فحسب المعطيات التي كشفت عنها مؤخرا قطر، فإن قيمة المبادلات الثنائية خلال السنة المنصرمة لم تتجاوز 65 مليون يورو، بالرغم من تسجيلها بعض الارتفاع مقارنة مع عام 2016 الذي بلغت فيه نحو 60 مليون يورو. كما تظهر تلك المعطيات أن الميزان التجاري كان لفائدة قطر في 2016 بقيمة أزيد من 16 مليون أورو، قبل أن يتحول في 2017 بفائض لصالح المغرب بما قيمته أزيد من مليوني أورو. وفي ظل وجود ترسانة قانونية مشجعة على التعاون وانتظام دورات اللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية، هناك أفاق واعدة لإنعاش الشراكة بشكل أفضل بين المغرب وقطر اللذين تجمعهما علاقات استثمارية مهمة، خصوصا مع إقبال كبار الفاعلين الاقتصاديين القطريين على الاستثمار في المغرب في مجالات كالسياحة والعقار والطاقة والمواصلات والتجهيز. ويمثل المغرب للفاعلين القطريين قاعدة للتصدير والاستثمار من خلال موقعه الجغرافي واتفاقيات التبادل الحر الموقعة مع أوروبا ودول المتوسط والعالم العربي وأمريكا، وبدورها تمثل قطر بوابة مهمة لولوج المنتجات المغربية لأسواق الشرق الأوسط وآسيا. شكرا على طيب المتابعة.